سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يقبل من محارمه إلا زوجته، ولو حتى أخته وابنته لا يقبلها. ما أدري هذا لا أصل، لا بعد يقبل حارمة أمه وخالته وأخته، هذا لا حرج في ذلك. ولكن إذا قبل أخته أو بنته مع خدها أو أنفها أو رأسها حتى الفهم تركه أولا.